بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا ربي تشتكى من ما بعلمني وتشتكى ما بعلمني تفايداوي الدنيا وآخرتي دا جمرة بدي حاطمك. الفصل السادس، نعم فصل الشهر. نعم أنا نفسي الفصل نعم السادس. نعم الفصل السادس من الفصل. يعني كتاب مكتب فلسفة نينة سيدة فلسفة قدر يد كبا إلهيات إلهية كبا قدر كبا مرتبة نفسي كبا بعض كرامات أولياء أو فلسفة بقدر فلسفة هذا بقى لا يقول شام اجي القتاو ها الفصل السابع يلو الفصل السابع حرم وهم وتنبيه. تقولها تشوف أفندم. الفصل السابع فصل حفتا حفتا يعني وهم وتنبيه. وهم تري ما قولك شايد يا قولك باطل هي يا سؤالك باطل هي مشهد يقول بنا هيك وتنبيه تنبيه على سر باطل يجي إذا كا أو باطن أو وهم باطل شيء أو تنبيه أو جوبش. من يرى ولعلك تقول همي دايا بلتي تببين كي إن هذا إن لزم فإنما يلزم فيما يقبل الفك والتفصيل وليس كل جسم فيما أحسب كذلك. امید هەیە کە تو ببێژی ئینەهاذا ئەف گوتناو تای و بێچێ تربێ بئیمکانا وجودا ئینفیکاك و ئینتیصالێ بالفعل دهنتی جسمادا ئەو ئیمکان دەبێ کو تێدا تێ ببێ ئەڤ یانێکە و دەلیلە کو ذبك اتصال وانفصال وانفكار موجود ببعد ايكو مقارنة جبو قابل يعيش يعني دون اي شيء ايكو يعني قابل بد ايكو مثلا واحد هنك ده امبين هو اتصال وانفصال شيء دبا انفكار شيء دبا يعني ايكو مقارنة جبو مقابل يعيش دون اي شيء بلكي تشتي هو وهم بكي إجابة جواب هو وهمي بيشة. ولعلك إن هذا تقول إن هذا يعني أذي وهما ها وتوهم بكي وكتب دولا خبين بإمكان وجود انفكاك وانفصال انفصال بالفعل جهدي أي سامضة سر بنا مقارن بنا اتصال وانفصال مقارنش قابل راجي ايكو قابل بد ميدا يجي مك شيد با او دو دا يجي با اتش كتاب جاي جوابا يبيو با اوليت كل جسم فيما احسبو كذلك تمام ما دو ما يكو اتصاب دكم كتي دا انكوكاك وانفصال شيب بنينه دهنك را شيد با دهنك را تنابه يعني او قسمك عناصر دواندا انفكاك وانفصال تشيد به او قسمك فلك تشيناب يعني او تشتي وسا جفدو بقاتينا اما او جي دي او كادا بفلك هذا تشيد به تشيناب او يجي نزاني نزاني او تشيزاني
مادية عندها مرجع أمريكا برسنا بيهم 90 ميلي الوندا تاعي تبتنا ماضا ويتيا كبروا أخو خلينا يوصل تشكي بنيكاية تيان تبع سنتزان من إيش أقول وأدبمكي هذا الوهم هذا هو الوهم وهم يعني هذا هو الوهم إيش هذا أذيا هو الوهم إيش أوهم أذى أني وتقرير تثبيت وهمي أن يقال أبيجنكي إنكم استدللتم بإمكان وجود الانفكاك والانفصال بالفعل والدليل أني بإمكان وجود انفصال وانفكاك بالفعل بإمكان يعني بالفعل كتشيب في بعض الإسلامي جنبي بكمالا وام دنرن إجهدو دقاتن پرچا پرچا دبن يوختبن والدليل أني على كونه مقارنا للقابل أب انفك أب وجود انفكاك وانفصال أين بيا إكو قابل بج انفصال وانفكاك را أو جيت لا تكيد به دويدا جيت ما تكيد به وهم كتير ما قو متصل منفصل بالفعل هيا ومتصل منفصل بالقوة هيا بالقابل هيا ما هر ديك كل قرشي قرشي جمرة ما قول بيشتي كود ايكو انتصال تلا بالفعل تيدي بي او تماما كردوين اد اي قابل اده جبرا تشيبه بي ما تشينه بي يعني بي متواج مبرا تشيدي بي وذلك افيجي وذلك لا يقتضي وجوب كون جميع الاجسام مقارنة للقابل يعني كو دهين كادا انفكاك وانفصال تدبك تمام اجسامك مقارن من جبو قابلية انفصال وانفكاك اذا ناك لازم يخبيا واي كما فإن منا ما لا يخبر الفك قسمك اجسام انا قبول انفصال وانفكاك ناك والتفصيل بالفعل قبول انفكاك وانفصال بالفعل لكن أولا وكي كالفلك وغيره غير فلك من الأجسام الصلبة الصغيرة وان الجسم عشق تكا بجن وإن كان قابلا له بحسب التوهم أجا بحسب همي قابلة جي أما أصل كي نابت يعني بالفعل إذا تمام إجسام هذا كي نابت يعني دهنك ايك عناصر دوان دوام دبين بتعبي خو تشي دبا انتكاك تشي دبا انفصال تشي دبا اما دهنك دا ما حطانا كتشيبو با انتكاك وانفصال منادي ولا جانا دبين پرشا مرشا كفي مفري ازايتين دبين شتارا دبين اوانا ايجا چواب انتصابن ابتان حقيقة ويان دا صنع بجن قولوا فإن خطر هذا ببالك أجل كتشكي أواد قلبي تلا تشي ببه تصور ببه كلا النابه يعني كنت قال بالفعل شيء بقى قاعد إذا تب شيء بقى قاعد شيء وات شيء بقى فعلا بلا بذنب أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسه واحدة طبيعة دوام الجسمي نفسه ده يك طبيعة يك بشوف طبيعة يك أو طبيعة دقش نابة وحالة demek ki hangi cisma kabiliyete infisal infikak eduan da tüneyi. Evet. Bi hâzâ huve tenbihül müzîlü lidâlikel vehmi. Ev vehma ve hangi bil fi'el ittisalu infisal duan da heye. Evet. Evet. Merra de vehem kirini eko kabil begele duvida cihebe. İzmir diyanika evvi vehmi rak. وهو
ev izala ve meci bi tezekkuri mefhumil imtidadil cismaniyi ellezî huve suretul cismiyetul muttasiletu bizatiha ellezî la tebqa huviyetuhel imtidadiyetu inde vücudi infisali la fil haric ve la fil ume. Yani ibaret ki usta kode ve kire tine hatta ki mer ibaret kadine mer peşi hiçbir attı. Mani. Tebzam be avaye. Hada ve tembil müziru zalikel vehmi ve ve ev izala vehmeci bi tezekvi mefhumil imtidadil cismaniyi. Mana imtidada cismani çiye vi biramadhe. الذي أو امتداد جسمانية هو صلة الجسمية المتصلة بذاتها أو صلة جسمية متصلة بنفسها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال أو هويتها هي امتدادي دوامي نامنا وقتك عند وجود الانفصال وقتك تفصل ترى شيء ببرشلونة شيء بب تشكي نامنا لا في الخارج ولا في الوهم. يعني مثلا تقولوك هبني اوكي شمايد كي توب. نوارا. تجيبلي توبيتي دادخيد كي دحالين دكي ياغ دكي تنكي تشتالب دكي بوياغ تفلان دكي او جسميتا انيكا تماميلا دحالات بتشكي دنيكا. لا في الخارج لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في الوهم. تمام. ثم بتذكر كون كل ذي حجم يعجب وسطه طرفيه من الملاقات واجب القبول للانفصال ولو في الوهم فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم على هذا الامتداء يمتنع الحكم بكون شيء من الأجسام غير مقامر لما يقبل الفاصلة والوصلة العارضين في الوجود أو الوهم له. ثم بشنو تشتجي بتذكر كون كل ذي حجم بالخسنة تذكر مفهوم الامتداد الجسماني وثم بتذكر كون كل ذي حجم هر ایک خودی حجم به یحجب ورثته طرفی ارتاوی من ادکه ارتاوی من ادکه هر طرف خو من الملاقاتی من بتذکری کون کل حجم یحجب ورثته طرفی من الملاقاتی تمام یعنی نه سیاله ها یعنی چه كون كل ذي حجم واجب القبول للانفصال كون كل ذي حجم يحجب وسط طرفي من الملاقات بقصنا كون كل ذي حجم واجب القبول للانفصال واجبك قبول انفصال بك ولو في الوهم فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم أن بجو واجب القبول الانفصالي أن بجو عقلي خدا سكن على هذا الامتداد سر امتداد جسمانية كسورة جسمية أو إذا يمتنع الحكم بكون شيء من الأجسام أم حكم بكن بنا تشتكي جسما غير مقابل لما غير مقارن لما يقبل الفصل والوصل اذ منع حكم كرنا بنا جسمك اجساما لا مقارن اجبو ما يقبل الوصل والفصل العارضين في الوجود او الوهم له هي منع حكمتك شو يعني؟ هني اب و بيدخسنا كل ذي حجم يحجب وسطه طرفيه من الملاقات
واجب القبول قبول الانفصالية هي، أما ملاقات تنية أذيا ما استحضار وجوب هذا الحكم، واجب القبول حكم قبول واجب القبول الانفصالي أبياتك عقل على هذا الامتداد سر امتداد جسميته يمتنع الحكم بكون شيء من الأجسام بكونها تشتكي جسمها غير مقابل لما يقبل، كنا مقارنة بما يقبل الفصل والوصلية كنا مقابلة منعتك يعني كدمكي مقارنة بو فصل وصلية رأي يعني او جسمك كنا مقارن به جبنا ها ما يقبل الفصل والوصل وقع هيولا يوان او جسمي هاني سيدا او او جماعة او كيف كتبه كنا مقابل كنا مقارن بجبو وصلوا فصنيرة منعتك يعني اوجي مقارنة يعني نانا يمنع الحكم ام او حكم السنة يمنع نايك الحكم بكون شيء من الأجسام غير مقارنين أزولا بدقة قر لهذا بد هنا يعني دقك يمتنع الحكم يا سيدة سيدي عفوا أزولا متى يعني أو جسمك أو جسمك قبول وصل فصل لخناك مني أو أبيك امتداد جراتنا أو نابا مقارن جبونا أبيك فصل وصل يعني مثلا هيولا هيولا نابا مقارن جبونا قسم أبي بالفعل ها نمو قارنة جرى وسط قوضة بجان بدأ سوري بجم ثم بتذكر كون كل ذي حجم يحجب وسط طرفي من الملاقات تذكر كون ذي حجم واجب القبول للانفصال ولو في الوهم فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم تمام قابلية جو انفصال الرأي على هذا الامتداد فإنه يمتنع الحكم ممنوع حكم بكون شيء من الأجسام وتشتكي جسمه غير مقابل لما يقبل الفصل والوصلة جسمك كنا مقارن بما يقبل الفصل والوصلة به والعارضان في الوجود أو الوهمي أو وصل الفصل أو كده الوهمي ده تشد من حكم كي أوها تنبتنا تنيه يعني تمام جسمه كده بحكمه تمام الجسم هذا يا انفصال بالفعل هي يا جي اوهمي هي يعني كما وذلك لتساوي الجميع في هذا المعنى تفد ذي معنى ذا يكن يعني كتشي يا انفصال فعلية يا جي اوهمية قابلية انفصال فعلية اوهمية و ولتخالفها فيما لا يتعلق بهذا المعنى وجهت بيست شكل جبوك التخالف الشامة جوي ما يخذ معنى ناقرة المعنى كتير يعني قبول اتصال انفكاك ويا قابلية جبونا اتصال انفكاك اتصال وانفصال بالفعل ولا قابل يجب اتصال دو اهمي دا خارج دا دو اهمي دا وذلك اجا قو افياجا وذلك اتصال زي في هذا المعنى ولتخالف ما لا يتعلق بهذا اجا او شيف خب في معنى يبقى نقرا ككوني بعضي فلكا وبعضي عنصرا هنكي فلكن هنكي جي عنصر وما يجي مجراه إبجارين مجرى عنصر ده شمدي او ابيك فلكن او انا قبول لكن وهما قبولي اي اما قبول تنية
اما اي عنصر قبول وهما قبول جوان ضايه. واعلم ان الامتداد المذكوره او امتداد جسم جسماني لنفسه خده ان طبيعه الامتداد الجسماني في نفسها واحده. اليوم اقول كتبوا الامتداد الجسماني الذي هو صلة الجسمية المتصلة بذاتها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في الفهم. أن الامتداد المذكور قد يمكن أن يؤخذ من حيث هو عام وكلي دبك أب امتدادا مذكور جانب عام بقرن وكلي بقرن أبعام كلي جنسا كان أو نوعا عمومية بيا جنس بيا النوع به هذا الشخصية ده عمومية تنية. وقد يمكن أن يؤخذ من حيث هو خاص وجزئي يعني أف امتدادا شاءك أف امتدادا جسماني نعم خاص جزئيا بكرن. وقد يمكن ان يخدم من غير اعتبار شيء من ذلك باعتبار عمومه ويا خصوصيته ويا جزئيته شخصيته كما سبقت الإشارة إليه الإليه الإشارة في النهج الأول. النهج الأول ده دور ده الباس كبير يقول أب امتداد الشخصية أمكارن عمومي بقرن أجا جنت نوبة أمكارن شخصي بقرن ويا جزئي بقرن ويا غير بناج يما أمتش بقرن تشتكي أمكارن بقرن جهد وإنما يكون إذا أخذ وحده موجودا في الخارج وإنما يكون أجي أنجا كنت جزئي ويا خاص دقري نوارا إذا كان أخذ وحده وقت يبتني بقري وحاله كان يجي موجودا في الخارج خارجا ذهب يبتني بقري وكاري بقري أدي هذا انفصال وانتكاك واتشيد بقى وهو ولا شك في وجوده لوجود الله شبهة النية. فالشيخ أخذه كذلك يخجي بياوي قلتية وأشار إليه بقولي بقولي خبا إشارة قلتية إذا بقولي طبيعة الامتداد يعني أنت ما تريد أقدر بعض قلتية شيء أو قلتية فاعلم أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسها طبيعة واحدة واحدة طبيعة يك يعني طبيعة يك يعني ولو كل بالذات فعلا اتصال وانفصال ترى شيء نبجي وهم انت داهية كما مر ولا شك في انه من حيث هو طبيعة شيء واحد في نفسه مغاير لسائر الطبائع شبهاننا ك اب امتداد شخصية دوام جسمي كود بمينة انفصال را تيدبا تيدبا دوام دكناك اذا شبهاننا ك حيث طبيعة شيء كي بد نفسه ودا طبيعة تشتكي اف طبيعة نكا مثلا وغيره طبيعة انبيم يقناطيزي كما دمراية دي ابن كرة طبيعة يساية مثلا أبي تشلك سرطة أبي دمر نرمة أر يكي طبيعة كيوية طبيعة أرضي تشكم هي تشكم يير تشكم تهاري نيزي آسيمانا جي آسيمان تدكشي نخو أو تقول ولا شك في أنه من حيث هو طبيعة شيء واحد في نفسه
مغاير انسان غير طبيعي. مثالي طبيعي. ده برده جو ازونا من دخوزه ولا سلوي دري جوتشي تادي الشيخ او قطبه جو واعلم ان جميع الاجسام دمه فشيخه وإنما وعل واجو ان وإنما الطبيعه يكون إذا الامتداد أخذ وحده الجسماني موجودا في الخارج. ان طبيعه الامتداد الجسماني في نفسها واحده ارسل بيد الرجاء أري شو يعني امتداد الجسماني واحده في نفسها أن الطبيعة الامتداد الجسماني في نفسها واحدة من الأبيات بيشيلها فيتشيغو بالتذكر مفهوم الامتداد الجسماني الذي هو الصلة الجسمية المتصلة بذاته التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانبساط لا في الخارج ولا في الوهم. أليا فلسبة طبيعي olarak أليا فلسبة نبات تشكينا منه وفلسبة نبات إجاي هنكا جدبه هنكا نامه ماله يعني تمكي ولكن أبيا دو آلي تدهنه آلي كيجي السورة الجسمانية المتصلة بذاتها ماله أو السورة الجسمانية بذاتها هويتاوي وقتاك انفصال تدا تشبه هويتاوي أو هويتاوي السورة نامينه وقوم بلا دقشت بعد تشتكي دن أبيا نكا دقشت به نيدا او ما داوي هي او ما داوي دغشنا او مثلا نعم مثلا مثلا طبيعتي يكي طبيعتي لما عرضيلا تشكم ما هي دي مخناطيس دا تشكم ما هي ابي مخناطيس هاد الشيناف شينا تشكو دمر بتشينا مثلا مخالفة طبيعته بنافشنا اف طبيعته هلكي مغاير لسار الطبيعي طبيعته درا دقشك اما كلي olarak جسم مخطأ بچالمش بي او دقشت بي نانا قلت جميع الطبايع بامتداد دا واحدة شو هي معنوي؟ ولا شك في انه من حيث هو طبيعة شيء واحد في نفسه تمام مغاير لسار الطبيعي. يا أوسي أما طبيعة الامتداد واحدة طبيعة الامتداد في الجسمانية واحدة أو شيء كي جات بيتي طبيعة الامتداد من أنا مش من الشيخ نكو الشيخ غوتشي أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسها واحدة. يجد ذكر قسمة بتذكر مفهوم الامتداد الجسماني الذي هو الصلة الجسمية المتصلة بذاتها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال الخارجي لا في الانفصال لا في الخارج ولا في الوهمي. أرياب أرياب فتشد به يا فتشد به أو صلة جسماني أي جسم بتذكر كون كل ذي حجم يحجب وسط طرفيه من حيث الملاقات واجب القبول للانفصال ولو في الوهم فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم على هذا الامتداد يمتنع الحكم بكون شيء من الأجسام غير مقارن لما يقبل الانفصال والوصل العارضين في الوجود أو الوهم وذلك لتساوي الجميع في هذا المعنى دبانا تد يكن أما ولتخالفها فيما لا يتعلق بهذا المعنى أمزة ولتخالفها أما كنت بي طبيعة تبا يان أو الدقرة يان انتكاك وانفصال الدقرة تلفون تيه يا أبو تلفون من إيه؟ تلفون بقى مشكينا تمام او يا طبيعتي انقباض جسماني دي نفسها خدا يك او يعني كترجي
اتصال وانفصال الدخاسة أنا اجل وهمان بقى اجل بالفعل بقى هم ama جيتي دنيكا ده دقشقة وان المخالفة وان اللي ما لا يتعلق بهذا المعنى هم أو يشبه كوني بعضها فلكا بعضها عنصرا نوالا تمام أدفرده دقشت بها تمام أدفرده تمام دقشت Evet. Tamam Ezra. Esabakumullahu الله hayrin kesire. Amanet-i Huda الله bu الله katvet. الله